لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الحد 6 مايو والنهاردة القمر موجود في برج الجدي لغاية الساعة 4:51 دقيقة مساء، يعني 5:10 مساء. عندنا كمان عطارد وأورانوس في الحمل، وعندنا الشمس في التور وفينوس في الجوزاء والمريخ في الجدي ونبتون في الحوت والمشتري بيتراجع في العقرب وزحل وبلوتو بيتراجعوا في برج الجدي. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. الحمل عندهم القمر مازال معاكس معاهم مهنيا، واقول لمواليد الحمل مهم جدا ان انتوا تكونوا عندكم ثقة في قدراتكم مهما كان عندكم ضغوط او عقبات. حطوا قدامكم اهدافكم وخليكم عندكم اصرار انكم توصلوا للاهداف دي، وعندكم ثقة طبعا بنفسكم ان انتوا هتوصلوا للاهداف دي، بس تهدوا اعصابكم، مفيش حاجة بتوصلوا لها او اي حد يقدر يوصل لاهدافه الا بالهدوء مش بالعصبية. كمان اقول لمواليد الحمل ركزوا على تنظيم جهودكم واعملوا بدقة عشان ما تمسكش عليكم اخطاء. نروح بعد كده لبرج التور. التور عندهم القمر بيدعمهم جدا في منزل الحظ ويقدروا يحققوا مكاسب مالية، وكمان هيكونوا ايجابيين جدا يقدروا يحققوا تطور في شغلهم، وعندهم يوم موفق في السفر او في التخطيط لسفر. استفيدوا قوي من الاجواء بتاعت النهاردة. نروح بعد كده لبرج الجوزاء، والجوزاء عندهم فرصة هايلة ان هم يحققوا مكاسب مالية او يعملوا عمليات بيع او شراء موفقة. اشوف كمان انه مواليد الجوزاء عندهم قدرات النهاردة ملهاش حدود، يقدروا حقيقي ان هم ينموا مدخراتهم او ينموا ممتلكاتهم، وممكن او يكتشفوا امور خفية هتساعدهم جدا. نروح بعد كده لبرج السرطان. السرطان عندهم القمر في مواجهة برجهم، والنهاردة مواليد السرطان محتاجين يراجعوا نفسهم اكتر ويحددوا اهدافهم ويكونوا مرنين ويتحكموا في عصبيتهم وانفعالاتهم، وما يتسرعوش في ردود افعالهم سواء بالكلام او بالحركة حفاظا على سلامتهم. نروح بعد كده لبرج الاسد. الاسد النهاردة عندهم القمر في منزل العمل وفي منزل الصحة، والنهاردة مواليد الاسد ممكن يعتمد عليهم جدا، هيكونوا بيعملوا بمنتهى الحماس وعندهم ساعة صدر اكتر، ويقدروا ان هم ينظموا وقتهم وجهودهم ويقوموا باعمالهم على اكمل وجه ان شاء الله. نروح بعد كده لبرج العذراء، واشوف انه مواليد برج العذراء عندهم طاقة عاطفية هايلة لان القمر في منزل الحب او مازال في منزل الحب، ممكن يقضوا اوقات حلوة مع الاحباب، وكمان على الصعيد المهني هيكون عندهم قدرة على الانجاز هايلة، ولو بيلعبوا رياضة عندهم طاقة بدنية هايلة لممارسة الرياضة. عموما كمان مواليد العذراء اللي مش مرتبطين ممكن يكون عندهم يوم مناسب جدا للارتباط عاطفيا. نروح بعد كده لبرج الميزان. الميزان مازال القمر معاكس معاهم، واقول لمواليد الميزان حاولوا ان انتوا ما تتورطوش في اي حوارات شائكة، وما تنجرفوش كمان ورا الشكوك والظنون اللي معليهاش ادلة. مهم جدا ان انتوا تحاولوا تحافظوا على الكلمة الحلوة عشان ما تدخلوش في صدام مع الاهل او القرايب او في علاقاتكم الاجتماعية. نروح بعد كده لبرج العقرب. العقرب عندهم الوضع الفلكي رائع لان القمر بيدعمهم في منزل العلاقات، ممكن يبقى عندهم اجتماعات حلوة مع الاصحاب، ممكن كمان عائليا تجمعهم بالاهل والقرايب اوقات حلوة، وهيكونوا عندهم قدرة على التعبير عن ارائهم وافكارهم بلباقة وبموضوعية. مزاجهم هيتحسن جدا ان شاء الله النهاردة، عندهم تحسن مزاجي ومعنوي.
اشوف كمان النهاردة يوم مناسب لو عايزين يعملوا انترفيو في شغل او يقنعوا حد بفكرة، النهاردة هيكونوا موفقين في كل ده. نروح بعد كده للقوس، والقوس عندهم القمر في منزل المال، واشوف انه اي جهد مواليد القوس بيعملوه مش هيروح ابدا، هيقدروا يحصلوا على مقابل او تقدير كويس لجهودهم، وهيكونوا ان شاء الله راضيين عن مكاسب بيحققوها. نروح بعد كده لبرج الجدي. الجدي عندهم القمر مازال في برجهم، وده بيديهم ثقة هايلة بنفسهم، وبيديهم سحر وتألق وجاذبية، ويقدروا يمشوا الدنيا زي ما هم عاوزين. كل المواضيع اللي هم عاوزينها يعني عندهم قدرة على السيطرة، وانهم يفرضوا رغباتهم ونفوذهم. هيكونوا محددين جدا كعادة الجدي، بس هيكون عندهم القدرة ان هم الاهداف المحددة بتاعتهم يوصلوا لها ان شاء الله. نروح بعد كده لبرج الدلو. الدلو عندهم القمر مازال في المنزل ال 12، وما زلت بأطالب مواليد الدلو انهم يتجنبوا الفخر والزهو بانجازاتهم وبنفسهم، ويعملوا في سرية وكتمان. نروح بعد كده لبرج الحوت. الحوت عندهم القمر في وضع داعم جدا، واشوف انه مواليد الحوت عندهم حياة اجتماعية موفقة النهاردة، ممكن يعملوا صداقات هايلة، ممكن كمان يحصلوا على دعم الاصحاب بسهولة، هيحصلوا على نصايح من الناس المخلصين ونصايح قيمة. مهم ان هم يسمعوا للمخلصين ويستفيدوا من النصايح اللي بتتقال لهم. وكده نبقى خلصنا ال 12 برج النهارده.